السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد صلاح. النهاردة جينا لكم فيديو جديد وهنكلمكم عن سماعة من شركة لينوفو. في البداية كده عايز اقول لكم احنا في القناة بتاعتنا بنعمل مراجعات لموديلات كثيرة جدا من شركة لينوفو. لو انت محتار تختار اي موديل فيهم بالظبط، فانا بنصحك ان انت تنزل تحت دلوقتي، انا سايب لكم لينك في بلاي ليست لكل المنتجات السماعات الخاصة بشركة لينوفو اللي احنا عملناها مراجعات قبل كده علشان تقدر تختار السماعة المناسبة ليك قبل ما تشتري. هنروح مع بعض كده على طول نشوف الموديل اللي معانا النهارده اللي هو ثينك بلس لايف بودز اكس 16. هنشوف الفيديو ده ان شاء الله اهم المواصفات بتاعه السماعه ديت واهم المميزات واهم العيوب والحاجه المهمه جدا اللي هنتكلم عنها، وهي هنعمل تيست للمايك الخاص بالسماعه ديت ونشوف هل هتكون مناسبه ليك ولا لا. يلا بينا على طول نشوف المراجعه دي. اهلا بيكم مره تانية. زي ما انتم شايفين ده شكل البوكس بتاعه سماعات ثينك بلس اكس 16. عايز اقول لك ان بيجي منها اللون الابيض اللي معانا النهارده، وبي متوفر منها برضو باللون الاسود. شكلها بسيط زي ما انتم شايفين كده، مكتوب علامه لينوفو هنا من تحت، وهنا زي ما انتم شايفين كده من تحت فهيظهر معانا منفذ الشحن اللي هو التايب سي، ودي حاجه كويسه ان انت تقدر تشحن عن طريق منفذ التايب سي. لو جينا بصينا كده فبيجي معاها هنا كابل الشحن التايب سي، وبيجي معاها برضو دليل المستخدم. هنروح كده على طول نشوف السماعات. ده كده تصميم السماعات زي ما انتم شايفين كده. هنتكلم الاول كده على البوكس. عايز اقول لك ان البوكس ده بيجي فيه بطاريه بحجم 300 ملي امبير، وده اللي يسمح لك ان انت تقدر تشحن السماعات ديت اكتر من مره وتستخدمها اكتر من مره. عايز اقول لك علشان تقدر تشحن البوكس ده فهو هيقعد معاك حوالي ساعه ونص علشان تقدر تشحنها بنسبه 100% من خلال منفذ الشحن اللي هو التايب سي. في نفس الوقت كده هيظهر معانا هنا من الامام اربع لمبات، اللمبات دي بتبين لك مستوى الشحن اللي موجود في البطاريه الخاص بتاعه السماعه عشان تقدر تعرف منها هل السماعات ديت محتاجه تتشحن ولا لا، او البوكس محتاج يتشحن ولا لا. كل ده هتعرفه من خلال الاربع لمبات اللي موجوده هنا. هنروح كده على طول للسماعات نفسها. ده كده شكل السماعه، طبعا هيجي عليها هنا اللوجو بتاع لينوفو، وهنا اللمبة دي خاصة بالبيرنج. طبعا اللمبة ديت بتفصل اول ما بتوصل السماعات بالموبايل. لو جينا بصينا كده على تصميم السماعة، تصميمها بسيط جدا وحجمها برضو الى حد ما مقبول. الوزن بتاعها خفيف جدا على فكرة. تصميمها اللي هو سيمين اير اللي هي مش بتدخل في الاذن. حجمها يعني في الاذن هنا الى حد ما مش مريح شوية. بخصوص السماعات ديت فعايز اقول لك ان السماعة اليمين والسماعة الشمال فيهم زراير تاتش. زرار التاتش دي تقدر تتحكم فيهم ان انت تقدم او تاخر في الميديا اللي انت بتسمعها، وفي نفس الوقت برضو تقدر تعلي وتوطي الصوت منها. يعني السماعه اليمين لو دوست 3 مرات فعايز اقول لك ان انت تقدر تعلي الصوت، السماعه الشمال لو دوست 3 مرات فتقدر توطي الصوت من خلال زراير التاتش اللي موجوده هنا. لو جينا اتكلمنا على البطاريه بتاعه السماعات ديت، فعايز اقول لك ان السماعات بتيجي ببطاريه 300 ملي امبير، هتشتغل معاك تقريبا 3 ساعات ونص، وده برضو انا شايف ان البطارية بتاعتها مقبولة. لو جينا نقيم السماعات ديت فعايز اقول لك ان مع الميديا للأسف الصوت بتاعها واطي، البيز بتاعها ضعيف جدا جدا، وده اللي انا مكنتش يعني متوقعه من سماعات لينوفو. معظم السماعات اللي احنا عملنا مراجعات ليها من شركة لينوفو كان الصوت بتاعها بيكون قوي والمايك بتاعها ضعيف، لكن بصراحة انا اتفاجئت بالسماعات ديت اللي هي اكس 16 ان الصوت بتاعها ضعيف جدا، صوتها واطي للأسف، والبيز بتاعها ضعيف جدا جدا، من أسوأ السماعات اللي جربتها من حيث جودة الصوت. لو هنتكلم عن المايك فأنا برضو تقييمي ان المايك بتاعها يعني نقدر نقول عليه برضو ضعيف. وهنروح مع بعض دلوقتي نسمع تيست كده للمايك في مكان مقفول ومكان مفتوح علشان تقدر تحكم على المايك بتاع السماعات ديت. اهلا بيكم، احنا دلوقتي في مكان مغلق وبنتكلم بنبرة الصوت العادية، مش معلين صوتنا، وده الصوت الطبيعي اللي انت ممكن تتكلم بيه في المواصلات او مثلا قاعد في المكتب عندك او في الشغل، فده الصوت الطبيعي اللي انت ممكن تتكلم بيه. فتقدروا تحكموا دلوقتي في المكان المغلق هل الصوت بتاعها كويس ولا لا، وده زي ما احنا قلنا ده في مكان مغلق مفيش يعتبر دوشة حوالينا. هنروح دلوقتي برضو ونروح في مكان مفتوح فيه صوت عربيات وفيه صوت هواء وتقدر تحكمه برضو. هنروح دلوقتي زي ما انتم سامعين كده يا جماعة، احنا دلوقتي في مكان مفتوح
في صوت عربيات حوالينا، في دوشة، وفي نفس الوقت برضو في هوا. مش عارف انتوا دلوقتي هل انتوا سامعين صوت الهوا ده في المايك أثناء التسجيل ولا لأ؟ أنا هسكت شوية علشان تقدروا تسمعوا صوت المايك دلوقتي في الهوا أو في الدوشة، بحيث إن أنت برضه تقدر تحكم عليها لو أنت في المواصلات. دلوقتي برضه احنا هنسمع صوت المايك يعني في مكان هادي، هنشوف هل في وش او زنة او كده ولا لا. طبعا انا سايق عربية دلوقتي بس، لكن قافل ازاز وكل حاجة، بصراحة مفيش دوشة حواليا. دلوقتي بعد ما جربنا وعملنا تيست للمايك الخاص بسماعة سينك بلس اكس 16، انت هتقدر تحكم دلوقتي هل السماعة دي هتنفعك ولا لا. اخر نقطة حابب اتكلم عنها وهي السعر. عايز اقول لك ان السماعة دي سعرها تقريبا من 18 الى 20 دولار. في النهاية كده عايز اقول لكم بصراحة ان انا مش برجح الموديل ده من سماعات لينوفو. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا سايب لكم تحت روابط شراء من موقع نون لو انتم حابين تشتروها برضو من موقع نون مع كوبون خصم بينا.